ينتشر البشر في كل مكان، واستوطنوا كل قارة، ويمكن إيجادهم في البقاع الأكثر عزلة من أدغال الأرض ومحيطاتها وسهولها. إن أثرنا عميق، ويعتقد معظم العلماء أن البشر قد تركوا أثراً دائماً على سجل الأرض الجيولوجي. ولكن ما الذي قد يحصل لو اختفى كل البشر على وجه الأرض فجأة؟ بغير إشراف عليها تتدمر بعض صناعاتنا فوراً، فبعد بضع ساعات من اختفائنا تتعطل مصافي تكرير النفط متسببة بحرائق تستعر لأشهر في محطات كتلك الموجودة في غرب الهند أو جنوب أمريكا أو كوريا الجنوبية. في شبكات قطارات الأنفاق كتلك التي في لندن وموسكو ونيويورك، مئات من مضخات الصرف ستتعطل مسببة غرق الأنفاق في غضون 3 أيام فقط. بنهاية الأسبوع الأول تتوقف معظم مولدات الطوارئ عن العمل، وما إن تنطفئ الحرائق حتى يخيم الظلام على الأرض للمرة الأولى منذ قرون. وبعد أول شهر كارثي ستتوالى التغييرات تدريجياً. في غضون 20 سنة تشقق الأعشاب وجذور الأشجار الأرصفة، وتسبب الأنفاق الغارقة بالمياه تآكل الشوارع فوقها لتحولها إلى أنهار. في المناخات المعتدلة تجمد دورة الفصول الممرات المائية وتذيبها، مسببة تصدع الأرصفة والأساسات الإسمنتية، ويؤدي التسرب في الأنابيب لتصدع الأبنية الخرسانية. وبعد 200 شتاء تلتوي معظم ناطحات السحاب وتهوي. في المدن الواقعة على دلتا أنهار مثل هيوستن تنهار الأبنية كلياً في النهاية، وتملأ روافد الأنهار القريبة بأنقاض خرسانية. تتدهور المناطق الريفية والضواحي بوتيرة أبطأ، ولكن بشكل متوقع لحد بعيد. يتفشى التسرب والعفن والحشرات والقوارض وكل أعداء أصحاب المنازل الاعتياديين بلا رادع. وفي غضون 75 سنة تتعفن معظم دعامات المنازل وتتحلل، ويصبح الركام المتساقط نتيجة انهيارها ملاذاً للقوارض والسحال التي تعيش هناك. لكن في عالم ما بعد البشر تتبدل المواطن، وتغزو مدننا نباتات دخيلة على بيئاتنا ستنمو بلا عائق في مواطنها الجديدة. يكسو ورد النيل ممرات شانغهاي المائية بسجادة خضراء سميكة، وتغطي أعشاب الخنزير العملاق السامة ضفاف نهر التيمز في لندن، وتغزو أشجار الإيلاند الصينية شوارع نيويورك. إثر تهاوي أنقاض خرسانية من ناطحات السحاب على أرض الغابة الجديدة، تتدنى حموضة التربة لتتيح بزوغ حياة نباتية جديدة. يمتد التنوع الحيوي في عالم ما بعد البشر لمملكة الحيوان، وتقتفي الحيوانات الانتشار العشوائي لنباتات محلية وغير محلية لتغزو مواطن جديدة عبر ما تبقى من جسورنا. عموماً تنقذ بنيتنا التحتية بعض الحيوانات وتهلك أخرى. تستمر الصراصير بالازدهار في بيئاتها الاستوائية المحلية، ولكن صراصير المدن لن تصمد أكثر من 2 شتاء، لأنها ستتجمد وتنفق بغير أنظمة التدفئة. ستهلك معظم حيواناتنا الأليفة بدوننا، باستثناء بعض الخنازير والكلاب والقطط البرية واسعة الحيلة. في المقابل سينقذ انخفاض التلوث الضوئي سنوياً أكثر من 1 مليار طائر كانت هجرتها تتشوش بفعل أضواء وميض أبراج الاتصالات وأسلاك التوتر العالي. تتضاعف أعداد البعوض بلا حدود في واحدة من حاضناتها المفضلة، الإطارات المطاطية التي تدوم 1000 عام تقريباً. بعودة الحيوانات والنباتات يبدأ مناخ الأرض بالتعافي ببطء من آثار البشر. بعد 35,000 سنة ستتخلص الدورة النباتية من آخر آثار الرصاص التي خلفتها الثورة الصناعية في تربة الأرض. وبعدها بقرابة 65,000 سنة قد يعود ثاني أكسيد الكربون إلى مستوياته ما قبل الإنسان. حتى بعد عدة ملايين من السنين يبقى إرث البشرية حياً، إذ يظل جبل راشمور المحفور في الجرانيت الصلب في أمريكا باقياً 7.2 مليون سنة. يظل بالإمكان التعرف إلى منحوتاتنا البرونزية بفضل تركيباتها الكيميائية لأكثر من 10 ملايين عام، وتظل آثار مدفونة عميقاً في جوف الأرض لمدن شيدت على محفوظة كمستحثات تقنية. ولكنها ستختفي عن وجه الأرض أيضاً. لم يسكن البشر الأرض دوماً، ولن يسكنوها للأبد، لكن تصور العالم من غيرنا قد يعلمنا المزيد عن العالم الذي نعيش فيه الآن.
سارع بالاشتراك في هذه القناة لتكتشف سحر التاريخ وتستمتع بمغامرة في الفضاء الخارجي وتسبر أغوار الفلسفة التي تثري العقل وتعثر على إجابات عن الأسئلة الأكثر عشوائية التي تراودك عن جسمك وأكثر من ذلك بكثير. تابعنا وأشبع فضولك.